بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير على كل مشاهدين ومتابعيني برنامج أسرار الرؤى، أسعد الله صباحكم جميعا. طبعا إن شاء الله بأمر الله بستنى تلقي صلاتكم، وطبعا في 17 44 ونضغط رقم 2. طبعا كنت مستنية اتصال امبارح من ندى اللي المفروض نتواصل مع بعضنا امبارح، لكن للأسف ما حلفنيش الحظ ان احنا نتواصل مع بعضنا. بأمر الله النهارده إن شاء الله نتواصل مع بعضنا ونشوف أحلامكم ونشوف رؤياكم ونشوف حكاياتكم من خلال أحلامكم ونفسرها، وبنحل برضو المشاكل مع بعضنا على قد ما بقدر إن وفقني المولى عز وجل لذلك إن شاء الله. طبعا لحين استقبال تليفوناتكم، وفي رسائل وصلت لنا طبعا امبارح كتير، ان شاء الله بامر الله هنبدا نتكلم فيها النهارده ان اذن المولى عز وجل لذلك. برضو طبعا لحين استقبال تليفوناتكم ببدا اخد بعض الرسائل اللي موجوده معايا، دي برضو رسائلكم ان شاء الله بامر الله تسمعوها، ومن خلال تفسير الرؤيا او الحلم بنطلع منه المشكله اللي احنا بنحلها مع بعضنا كلنا ان شاء الله. وهبدأ طبعا فورا اخد رسائلي لحين استقبال تليفوناتكم، الخطوط موجودة معاكم على الشاشة ان شاء الله بامر الله في حين انتظارها واستقبالها وتفسير احلامكم بامر الله. في معايا رسالة بتقول: حلمت اني نايم وصحيت من النوم لقيت صوت ضفدع وكان صوته عالي قوي. هو والله اعلم لو في صوت حيوان وحيوان صغير وعالي قوي وانت مش بتاخده ومش بتدي في الصوت، يعني ويعني ما فيش نقاش بينك وبين الصوت الحيوان اللي هو مخفي ده، والله اعلم، فهو بيدل على ان في مشكله. والله اعلم مشكله وانت تنضر منها ضرر كبير جدا، خاصه ان انت قدام حد مش عاقل، يعني عمال بيتكلم وانت سايبه ساكت ومش عارف تاخد منه معاه القرار خالص، ولكن انت هتتاذى نفسيا منه، فربنا يا رب العالمين يهدي لك الحال يا رب. لو سمحتي، ما تفسير رؤية سورة الكوثر والتكاثر وغسل الوجه بماء من تراب؟ والله اعلم سورة الكوثر والتكاثر هو بيدل على انها يكسر الخير في الدنيا والاخرة، وهيكسر الخير في دارك بامر الله. سورة الكوثر عامة بيدل على كثرة الخير في الدنيا وفي الاخرة، اما سورة التكاثر فهو بيدل على الزهد للمال وبيدل على راحة البال. اما غسل الوجه بماء من تراب فهو بيدل على الوضوء السليم، او بيدل على الصحيح في الوضوء، او بيدل على الوضوء اللي هو الكامل، والله اعلم، فربنا يصلح لك الحال يا رب العالمين. حلمت اني باكل مع ناس، واحده ست قالت لي انهم ميتين واختي جابت لي شنطتين، والله اعلم بيدل على ان شاء الله ربنا يكرمك، والحاجه اللي هو الحد اللي هو مطنشك في حاجه خلاص هيرد لك في اعتبارك، والله اعلم، يعني ربنا هيكرمك خلاص الحمد لله، وفي حد مطنشك في حاجه هيرد لك في اعتبارك، والله اعلم. احمد بيقول: حلمت اني جالس في مكان ثم رايت مجموعه من الناس قادمين وعلى وجههم مش عارفه ايه جدا، فاحضرت طعام، وجههم متشائم جدا، فاحضرت طعام وجلسنا ناكل، وكنت باكل معهم وارمي بواقي الاكل عليهم.
يعني هو في ناس جايه عليهم وشهم مش حلو فمتشائمين، فهو جاب لهم الاكل وبعد ما اكل معاهم رمى الاكل تاني عليهم. والله اعلم ده طبعا بيدل على انك هتشتكي من حد فيهم وهتزعل، في يعني بالمعنى الاصح هتقعد في قعده وفي بعض الحديث هتطرحوه على بعضكم، هي الموضوع هيدي للمناقشه ما بينكم حاده شويه، وبعد كده انت بعد ما انت اصلا سبب في فتح الموضوع في المناقشه في ايا كان ايه نوع الموضوع هتزعل في الاخر، وبعد كده ايه هتاخد موقف منهم ويعني هتندم ان انت قعدت معاهم، لان انت في الاخر كلت معاهم بعد كده خدت الاكل رميته في وشهم. طبعا ممكن حد هنا يقول لي ايه طب ما ده نعمه او خير لانه بيرمي الاكل على وشهم، هقول لك لا، ان هو يعني زعلان ان هو قعد وتشارك معاهم فبيرمي النعمه عليهم، بيرمي الاكل عليهم، يعني اتضايق ان هو تعاون معاهم في الحديث وفي الحوار. والله اعلم. حلمت اني ذاهب اني راهب او مسيحي متزمت جدا، وكان يوجد منبر كنت اصعد اليه وارفع قلمي الى الجالسين. والله اعلم اللي بيشوف نفسه راهب او مسيحي وطالع منبر وبيشاور للجالسين بقلم في ايده، فبيدل على ان انت صاحب بدعه وهتحدث فتنه وهتزودها شويه، يعني انت هتتكلم في حاجه او هتفتن في فتنه هتصدق نفسك وهتجبر الناس ان هم يصدقوها، دي فتنه او بدعه انت اللي هتكون عاملها اصلا، فربنا يهديك ان شاء الله مش هتكون عملتها. حلمت اني عملت حمام وكان اللون اخضر، فهو بيدل على زوال الهم وان شاء الله وقدوم الفرج بامر الله، وعليك بالدعاء في الصلاه، عليك بالاستغفار المتلازم في لسانك ان شاء الله. حلمت اني بقرا سوره يونس، من قراها فانه يزهد في الدنيا، هيكون عندك زهد في الدنيا، مش هيكون بقى ايه يعني عادي، هتعيش عادي او هتعيش عادي بس مش هيكون عندك اللهفة على المال او العيال او المتعة الكاملة، مفيش حد بيتمتع متعة كاملة او المتعة الكاملة، هيكون عندك زهد في الحاجات دي شوية، فربنا يوفقك او يوفقك يا رب العالمين. رأيت احد الاشخاص يعطي لي ظرفا لونه فضي ففرحت بيه جدا. والله اعلم، هو بيدل على الظرف، بيدل على الكلمه الظريفه، الكلمه الحلوه، وانت بتفتحيه ففرحتي باللي جواه، هتسمعي خبر هيعجبك جدا، والخبر ده انت كنت مستنياه. هاخد اول اتصالاتي النهارده. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا استاذه منى؟ اهلا بيك يا حبيبتي، ازيك؟ هو مع حضرتك عندي 3 احلام عايزه اقولهم لك، ويا ريت يعني استفسرها. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي معاكي. بابا النهارده شاف زميلته في البنك ماتت. اسمها ايه؟ شاف واحدة زميلته في البنك ماتت، تمام، والمدير مش راضي يمشيه، قال له انت لازم تقف وهي بتتكفن، تمام، قدامه وهي محطوطة في كفن وعليها الكفن الأبيض، وجد بابا عبد الله المتوفي كأنه جدها في الحلم، وبيسأل بابا بيقول له انت بتشتغل فين؟ بابا قال له بهزار انا بشتغل في مصنع 360 الحربي. 360 الحربي؟ بعدين قال له انا شغال في مصنع 360 الحربي بتاع الشاي. تمام. بعد كده شاف انه بيرمي مسلح في البيت بتاع الدور الثاني ورماه كويس قوي، وبيقول لجده واخواتي لازم ترشوا ميه عشان يبقى كويس، دي اول رؤيه. طيب استني، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. هو بابا في ترقيه ليه او في حاجه، في تحسين اوضاع ليه، او هو مستني حاجه زي كده في البنك؟ هو اصلا شغال في البنك؟ مستني تحسين اوضاع ليه، وحضرتك الاسبوع اللي فات فسرت له رؤيتين يوم الخميس ان هو ممكن يجي له حاجه كويسه او يجي له حاجه بره او يتحسن ظروفه في الشغل يعني. ما اصل ده تحسين لوضعه، اما صاحبته اللي هي المتوفيه وبتتكفن وكلام ده فهي ترقيه لها هي. هي ترقيه ليها، اما هو ان شاء الله في تحسين لاوضاعه، لان 360 وحربي وبيرمي مسلح او بيعمل حاجات من دي، فهو بيدل على رمي اساس ليه كويس صالح ليه، يعني في ورقه قدام المدير، المدير بيقول الراجل ده عنده كفاءه في شغله وراجل محترم في شغله والمفروض يترشح لمنصب كذا او يتحط في درجه كذا. زميلته اللي هي متكفنه دي خلاص طلعت على المعاش. طيب خلاص، يبقى معاشها كويس او هتعمل مشروع كويس لان ده ترقيه في حالها. تمام؟ اتفضل. تمام. تاني رؤيه شايف ان هو بيعمل اشعه وتحاليل، والجوابات موجهه لواحد اسمه محمود وواحده اسمها جيهان. تمام. وان هو بيركب اسانسير حلزوني كده زي المركبه مفتوح بيطير في السماء. اللي هو باباكي. وزي معدي على نادي كده او كافيتيريا بتاعت البنك الاهلي، هو مش شغال فيه، هو شغال في حاجه تانية. تمام. بين بيشاف في الاشعه دول بيديله شريط اسمه شريط كوتوفان بتاع الصداع، فالدكتور بيقول له انت مش لازم تاخده، قال له لا انا هاخد حبايه واحده بس عشان خاطر الصداع ايه ما يجيليش تاني. تمام.
وزي ان هو استنى عمه قدام قدام النادي او الكافيتيريا بتاعت ايه المكان اللي هو شافه وهو طاير ده. بس كده. او بس كده الحلم التاني. بصي بصي والله اعلم، هو طبعا بيفكر كتير قوي ودماغه مش مشغوله تفكيرات، خليه في الامر اللي هو فيه دلوقتي، يعني بلاش ان هو يفكر في اللي جاي، خليه في اللي هو فيه دلوقتي، ولكن ظروفه هتتحسن. لكن هو عنده مخاوف لحاجات جايه، هو زي ما يكون في حاجات عنده في الشغل او كده، في بعض الغموض او فيها حاجه، بعض الحاجات مش مرتبه عنده. لكن قولي له ان شاء الله بامر الله في خير جاي لك، خليك في اللي انت فيه دلوقتي وركز في اللي انت فيه، عشان شغلك دلوقتي ولا ينفعك بكره ان شاء الله، لان في بشره حلوه ان شاء الله ليه. بإذن الله بإذن الله. طب شايف ان في واحده جميله بتقول له لو معاك فلوس كتير انت نفسك تعمل ايه؟ قال لها انا نفسي يبقى عندي مكتب فخم وضخم وموظفين كتير، بعد كده كانه ماشي وحواليه ورد كبير قوي في قصر بتاعه هو. تمام بس كده. او بس كده. هو انتوا اصلا مش عندكم مكان ملك ليكوا انتوا، يعني بيت او شقه ملك؟ لا عندنا. طيب الحمد لله رب العالمين. بصي هو حته ان واحده جميله قوي، لو انت بتساله لو انت عندك فلوس كتير هتعمل ايه، فمعناتها ان الدنيا هتديله، ولكن هو دلوقتي في حاله فلس، هو معهوش الفلوس اصلا، يعني معهوش المخزون بتاعه، هو اللي على جاي على قد اللي رايح. وحته القصر الكبير الجميل ده، فهو معناتها ان هو عايز توسيع في حاله، نفسه ان هو يوسع، نفسه انه يكون عنده مكان، مكان ليه هو خاص بيه، هو ملك كبير ايا كان نوع، ممكن يكون المشروع اللي هو بيتكلم عنه، ان هو نفسه ان هو لما يطلع على المعاش او حاجه يكون عنده مشروع خاص بتاعه، وعنده موظفين وناس شغاله وكده، ويكون ربنا جعله سبب رزق ناس. فان شاء الله بامر الله بشرين ان شاء الله بامر الله. ان شاء الله. بس حلم اخير هقوله لك وخلاص. قولي يا حبيبتي. حماتي اللي هي مامة خطيبي شافت ان هي طالعه الشقه بتاعتنا، وان هي مع ماما وبابا واخويا محمد وبنتها نور. تمام. وشافت في الشقة دي بتقول لي أوضة كده كأني أول مرة أشوفها، لقيت طالع منها بط صغير أخضر وكأنه لسه مولود، وطالع وفيها فراخ وفيها طيور كتير قوي، بقيت شكلهم في منتهى الجمال، بقيت أقول سبحان الله أنا أول مرة أشوف الأوضة دي، وعمري ما أكلتهم، يعني سبحان من يرزق من يشاء بغير حساب، وقعدت يعني تسبح ربنا وتقول يرزق من يشاء بغير حساب. يعني الله اكبر، هو باين ان هي حاجه خير، وباين ان هو رزق كتير، وباين ان انت هتبقى ربنا يجعلك وش السعد عليهم، دخلتك عليهم دخله حلوه ان شاء الله، وهو باين ان شاء الله بامر الله بيدل على الحمل بعد الزواج مباشره، والله اعلم. باذن الله. شكرا لك يا حبيبتي نورتيني، شكرا لك جدا. طبعا احنا عندنا هنا اللي هو بتاعت الموظفه اللي هو الكفن الابيض، طالما حد اصلا عايش موجود في الدنيا وبيلبس كفن ابيض وبيتكفن وشكله حلو وفي وظيفه، فهو بيدل على ترقيه. طب مثلا طلعت على المعاش، يبقى ترقيه في حالها. حالها ازاي؟ ان هي ممكن تكون المبلغ اللي هي خدته من المعاش بتاعها عملت بيه مشروع، المشروع ده هيكبر فهيبقى لها اسم وهيبقى لها صيت، فهو ده بيدل على ترقيه في حالها، فان شاء الله بامر الله دي خير. بس عشان كانت دي نقطه مهمه للكفن الابيض الجميل اللي شكله حلو اللي هو ملفت للانتباه، هو تغيير صاحب الحلم او تغيير صاحب الاسم اللي موجود للاحلى للاحسن للاعلى، والله اعلم. شكرا لك جدا. حلمت اني ولدت بنت وجميله جدا، وبدل ما تقول واء بتقول لا اله الا الله، والله اكبر، بيدل على الام المسلمه الذي لا تخشى الا الله، والله اعلم. هو الامر راجع لحالك انت، بدل على ان انت مسلمه، انسانه مسامحه، ما بتخافيش غير من ربنا، ودي اجمل حاجه، ما بتخافيش غير من ربنا، فربنا يصلح لك حالك يا رب العالمين. هرجع اخد الرساله بتقول اللي هي بتاعت الظرف دي، خلصناها ان هو هيجي لك خبر حلو كويس هيريحك وهتفرحي بيه، ويكون خبر ظريف ولذيذ، وان شاء الله بامر الله جاي لك في الطريق، فمبروك مقدما. ازيك يا منى، الله يسلمك. انا حلمت اني دخلت مكان مغلق يشبه الحمام، ومعايا مشط وقمت بتسريح شعري، وكان مفيش وكان، هي واقفه لحد شعري. هو المشط لما حد يجي وماسك مشط في ايده وبيسرح بيه شعره، فبيدل على فرحه ساعه ساعتين يوم، طول ما انت بتسرحي على قد الوقت اللي انت بتسرحي بيه شعرك، فهو هنا المشط بيدل على فرحه، فرحه يوم، فرحه ساعه، حاجه تبسطك، الحمد لله رب العالمين. وتسريح الشعر هو بيدل على تيسير الاحوال، يبقى انا ممكن تكون جات لي فكره او جاني خبر حلو كويس وفرحني ساعه، وانا هشغل عقلي ان ازاي الموضوع ده يستمر شويه، وبامر الله يبقى فيه تيسير لاحوالي، انت بقى وتفكيرك وتوكلك على ربنا ان شاء الله. انا ارمله حلمت اني لابسه فستان اسود وكنت فرحانه بيه جدا.
هو طبعا ارمله ولابسه فستان اسود وكنت فرحانه بيه، فهو بيدل على المراه اللي مش محتاجه لحد. الفستان الاسود طبعا بيدل على المال وبيدل على الغنى وبيدل على راحه البال اللون الاسود. وان انت فرحانه ولابساه ومش باصه لحد، هو معناتها ان انت مفيش احتياج منك لحد، او مفيش احتياج ليك لراجل ان هو يكون والي عليكي او وكيل عليكي ان شاء الله بامر الله. فانت كافيه نفسك بنفسك، ربنا يا رب العالمين ويسترك ويجعلك الراجل والست في ان واحد. في رساله بتقول: عصيت الله بمشاهده افلام محرمه من كام سنه، فحلمت يومها اني والعياذ بالله اسقط في نار جهنم، ولكني احاول الصعود ولا استطيع، ومن وقتها برجع لربنا واني اخاف، ولكني اخاف الا يجيرني الله من النار. طبعا ان انت دايما بتتفرج على افلام محرمه وانت عارف ان دي محرمه وانت عارف ان دي حرام وانت عارف ان دي بلوى سودا، فطبعا ده بيدل على مراجعه للنفس. وطالما الرؤيه دي جات لك فده بيدل على انذار من ربنا عليك وبيدل على غضب ربنا عليك. طبعا والله اعلم ان في امورك هتبدا ان هي اللي حواليك ياخدوا بالهم منك، ده بلن في وشك، اسلوبك غير مرتب، ما انتش مقبول، ما انتش محبوب، بتلاقي نفسك شغلك بيتعطل، بتلاقي نفسك في كل مكان مهدد بعدم بعدم يعني الناس مش حباك، اللي قاعدين حواليك مش حابينك. هو بيدل على النفور التام اللي حواليك ليك، وده طبعا من ربنا عليك، غضب من ربنا عليك، لان انت بتعمل حاجه ربنا قال لك عليها حرام وانت بتقول لربنا لا ده حلال. خلاص استحمل الـ الاحداث اللي هتحصل لك في حياتك، فطبعا ده انذار من ربنا عليك. انا حلمت ان في واحده اسمها امل جاتني علشان اضرب لها حقنه، لكن الحقنه كانت بتطلع لحمه مفرومه، وكنت ماشيه ورحت عند الجيران وانا رحت وراها، بس كانت برضو بس كانت مش عارفين ايه، كانت بتقف لحد كده. والله اعلم هو بيدل على حاجه كويسه كنت هتعمليها وتغيري من اوضاعك، ولكن عملتي العكس تماما. طب ازاي؟ هو الحقنه اصلاح حال، طب طلعت لحمه مفرومه، هو بيدل على حاجه انت كنت هتعمليها كويسه ولكن عملتي العكس بتاعها. ربما قلت ايه، طب ما انا ما اجرب، طب ما انا من اعمل الاكتر، فدي عملت لك تغيير للحال اللي انت اصلا كنت بتفكري فيه للاسوأ مش للاحسن. فصلاه الاستخاره طبعا مهمه جدا لامور حياتنا كلها. وتاني مره في ناس، او تالت مره في ناس بيقولوا احنا مش بنشوف رؤى في الاستخاره. هقول لك مش شرط تشوف رؤيه في الاستخاره، امال ممكن ايه؟ ممكن وانا قاعده بصلي صلاه الاستخاره احس براحه نفسيه، ابقى قايمه من الصلاه وانا نفسيتي مرتاحه وحلوه. ممكن يومي كله احس ان في حاجات حلوه بتفرحني. ممكن وانا قاعده كده فجاه يجيني حلم اليقظه، اشوف حاجات حلوه قدام عيني. ممكن الرؤيه ذات نفسها اشوف حاجات حلوه. طب هي الرؤيه الحلوه اللي بعد صلاه الاستخاره ممكن تكون فيها ايه؟ ميه، زرع اخضر، لبس ابيض، حاجات من دي. كل الحاجات الحلوه دي اللي هي اصلا في الدنيا بتفرحك وتسعدك ممكن تلاقيها في صلاه الاستخاره. فعليكي طبعا بصلاه الاستخاره دي مهمه جدا ليكي ان شاء الله. حلمت ان ابو سلفتي اعطاني نص بطيخه كبيره شكلها حلو اشيلها، وكان نفسي ادوقها واتكسفت. والله اعلم لما حد يديك نص البطيخه وانت تشيلها ونفسك تاكلي منها وما تاكليش منها، فهو بيدل على حد بيقول كلمه طيبه من وراكي، اللي هو مثلا تقصدي ابو سلفتي، اقول لك بيقول كلمه طيبه من وراكي، فاجعلي حسن الظن ليه طيب، لان الراجل ده ربما ما يكونش بيقابلك كويس او بيكلمك او عشان خاطر مثلا يراضي حد او كده، ولكن من وراكي بيقول عليكي كل كلمه طيبه. والله اعلم، فعليكي بحسن الظن للراجل ده ولغيره. حلمت ان المطر تمطر في المنزل، وبنت عمي حلمت نفس الحلم في منزلهم بجانبنا. والله اعلم بيدل على رحمة المولى عز وجل عليكم، وبيدل على الفرج، وبيدل على الخير ليك ولبنت عمك، وبيدل على الزواج. لو ما فيش زواج في خلفة، لو ما فيش خلفة في شراء املاك، لو ما فيش شراء املاك هو عامة بيدل على الفرج ان شاء الله. حلمت اني بشيل ميت كله نور وبيجري بيا داخل منزل يشبه المسجد. والله اعلم بيدل على صلاح حالك وبيدل على محبة اللي حواليك ليك. طبعا محبة الناس للشخص ده كنز من الكنوز في الدنيا، ده كنز مهم جدا في الدنيا، ده عنوانه حب ربنا ليك، بس انت مش عايز اكتر من كده. يعني لما تلاقي فلان وفلان وفلان واللي حواليك والناس واللي تعرفهم بيحبوك، الخلاصة الحمد لله رب العالمين، الراحة النفسية اللي بتيجي للانسان ان ربنا راضي عنه وربنا بيحبني، بس دي اهم حاجة. فده طبعا بيدل على حب الناس ليك. والله اعلم. انا حلمت ببنات خالي في بيتنا الكبير، بنت خالي بيتنا الكبير، واحده فيهم شايلها على راسها
كرومبا، والله اعلم، بيدل على البنت صاحبة الشخصية الجادة. هو هل في الخضرة في الأحلام بتختلف مع بعضها؟ اه بتختلف. معايا اتصال، السلام عليكم، ارجع لنا بالسلامة ان شاء الله. هل الخضرة في الأحلام اللون الأخضر في الخضروات بيختلف؟ اه بيختلف، كل لون أخضر طيب وحلو ودين وتدين وصلاح حال. أمال بيختلف في ايه؟ بيختلف على حسب الرؤية نفسها، يعني ممكن تكون مثلا جرجير عند واحدة ممكن تكون بتعمل أفعال مش حلوة، ممكن عند واحدة تكون متدينة قوي، ممكن عند واحدة تكون بعض التصرفات عندها غلط، ممكن عند واحدة بيدي إيحاء بطريقة معاملتها مع الناس في كلمات معينة تقف عندها. فاللون الأخضر حلو وطيب، ولكن بيبقى فيه إنذار للشخصية على حسب الرؤية بتاعتها، فيها حاجة عندها ضايرها، والله أعلم. حلمت ان لحية خالي طويلة جدا ومنظرها جميل، ولكن كانت مزفرة شوية. السلام عليكم، تليفون معايا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله ازي وبركاته. حضرتك؟ انا مامي حمزة، وحشتينا خالص. وانتي اكتر يا حبيبتي، والله ازاي؟ العظيم افتقدناكي خالص، وحياة ربنا الله يبارك لك، نورتي نورتيني. الشاشة، وحياة ربنا بجد والله. الله يخليك يا حبيبتي، اهلا بيكي. يا رب يخليك. بقول لحضرتك، انا ماما متوفية وكده، فانا حلمت لما اجعله خير في شقتها القديمة، وانا اخويا قاعد جنبي كده على كرسي انتريه كبير، وانا قاعدة جنبه لابس جلابية بيضة، وجوزي نايم على السرير وتحتيه بسكوت كده كتير. اه فانا بقول له ايه ده، ايه ده يا احمد، امشي، عايز اشيل البسكوت ده. فهو زي اللي ايه، نايم عليه متك، عمال يقول لا روحي روحي، واحنا قاعدين في وشه على طول على السرير، اه يعني احنا في على كراسي زي انتريه كده، وقاعدين، واخويا باصص له كده زي ايه مراك، يعني امتى يعني ايه، باصص له جامد كده. ودخلت عليا ماما المتوفيه معاها جلاش كده، فبقول لها بتاكلني ببقي كده، فبقول لها ما شاء الله ده جميل، جبتيه امتى يا ماما؟ قالت لي لا ده انا عاملاه. بقول لها ايه ده، شكله زي الجاهز. اه وتاني حلم برضك عشان ما اطولش على حضرتك، حلمت اللي انا سايقه عربيه، بس قدامي اتنين، واحد تاني بيسوق، واحده جنبه، واحد اسمه محمد وواحده اسمها منى. فما جايه بسوق، فلقيت ماما ركبت جنبي. بقول لها ايه ده يا ماما، انت جيتي؟ قالت لي، راحت هزت لي راسها كده. فبقول لها بس يا ماما عشان اعرف اسوق كويس، انا حاسه ان انت جايه عليا كده. فبقول، ببص كده لقيت حد بيسوق، بقول له لو سمحت وطي راسك عشان اشوف الازاز. راح قال لي ده انا بسوق زي زيك. فبقول له ازاي احنا الاثنين سايقين عربيه واحده يعني؟ طب فبيقول هو كده. طب بصي يا حبيبه قلبي، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، السلام. هو زوجك هو اللي كان حاطط البسكوت ومش مبينه؟ اه يعني هو، انا استغربت يعني، انا واخويا قاعدين على الكرسي قدام السرير على طول، يعني رجلينا لازقه في السرير، وهو بقى بالعرض كده، فهو البسكوت تحتيه. فانا بقول له ايه ده، ايه ده البسكوت ده، اقوم اشيله. فعمال يقول لي بعدين كده، زي متكي على طب السرير هو كده انتي في حاجه مضايقاكي منه الفترات اللي فاتت دي؟ يعني. اه بقى في لون جديد من الطبع انتي مش متعوده عليه؟ خالص، اه من ساعه ما ماما توفت. اه حاولت تتناقشي معاه، ولكن حسيت ان هو بيتحجج بالظروف والدنيا و اه اه انتي مش قابله الوضع خالص. جدا. بصي، هو الحلم بتاعك اللي هو البسكوت وبيداريه وكلام من ده، فهو كان احن عليك قبل كده، جدا. اه وكان دايما بيغزلك، ودايما الكلمات الحلوه والحاجات دي كلها، فالحاجات دي كلها هو وقفها، او هو حس ان هي ما عادتش بقى لها لازمه خلاص. ان والدتك تدخل عليه تدخل عليكي بالجلاش، هل انتوا عندكم ممتلكات ولا هي الشقه اللي انتوا قاعدين فيها ملك بس؟ لا في حاجه يعني، لا الشقه اللي احنا قاعدين فيها ملك، اه وليا حاجات تانية يعني بسيطه بس. اصل هو الجلاش اللي والدتك بتدخل عليه، فهو بيدل على املاك ليك، يعني ليكي ورث. اه هي فانتي فعلا، اه هي في حاجات سابتها لي ليا انا عن اخواتي يعني، بس ايه بالتراضي يعني. اه فانتي بتقولي لنفسك الحمد لله رب العالمين ان هو ربنا حميني بالحاجه ديت، وابتديتي ان انت تفكري في نفسك اليومين دول ان كويس خلاص، ان انا الحمد لله معايا يا رب العالمين، معايا اللي مكفيني، بس انا زعلانه منه برضو، لان طيب انت بقى واخويا اللي قاعد باصص له كده، يعني حاسه اللي ايه، مستغربين. اصل هما مستغربين من اوضاعه، ده كان الاول بيسال وبيروح وبيجي وبيتنطط وبيتكلم وبيلاغي، فكل ده قطعه او بيقطعه، فهم مستغربين من اوضاعه وزعلانين جدا، مش هو ده صاحب اللسان العسل اللي احنا كنا متعودين عليه. ايوه. طب وحضرتك العربيه اللي حد سايق ما معايا هو ده؟ العربيه ده اللي هو الحته اللي انا قلت لك، اللي عادت، اللي انا بقول لك ان انت هتكوني يعني هتتولي امور نفسك بنفسك، لان انت هتكوني زعلانه، لان انت اصلا من الحلمين بتوعك من صاحبه الشخصيه اللي هي الحساسه قوي، اه
يعني خلاص، حتى لو جوزي ده والدنيا ما بيني وما بينه حلوه، بس ما بعرفش اطلب منه طلبات كويس زي اي واحده. ايوه فانت من صاحبه الشخصيه الحساسه قوي، فعشان كده هيبقى معاكي حاجات خاصه ليكي انت تعملي بيها اللي انت عايزاه، لان ده سواقتك العربيه. ومحمد من الحمد فانت هتحمد ربنا ان ربنا الحمد لله رب العالمين مخليني معايا حاجه ما تحوجش لحد، هو ده حالك. طب معلش اطول على حضرتك، بس حلم بسيط. اتفضلي يا حبيبتي. اخويا يعني واحد اخويا يعني في حد حلم له ان اللي هو معاه بقره كبيره جدا وحلوه، وفي واحده راحت عايزه تذبح البقره دي، فهي بتمسك عشان تذبحها راحت هي واقعه على ركبها الحمد لله، والبقره قامت وقفت تاني. الحمد لله رب العالمين. هو متجوز؟ عنده اولاد ما شاء الله، ربنا يهديله حاله يا رب. اصل هي البقره دي بيدل على خير عنده، او خير السنه اللي هو فيها، او بيدل على رزق او مشروع او حاجه كويسه ليه هو. ان واحده تيجي وتعمل كده وتقع، في الحمد لله حد كان يعني بيعمل حاجه من وراه مش كويسه، او حد كان هيأذيه نفسيا في حاله وفي ماله وفي نفسه، ولكن اخوك تقوله على ربنا الحمد لله رب فعلا العالمين. هو بتاع ربنا خالص. فهيفشل اللي هو بيعمل الحاجه دي من وراه عشان يبوظ له حاله، هيفشل الحمد لله رب العالمين. ربنا واموره يبارك لك، الله يخليك، هترجع تتصلح تاني احلى من الاول. ربنا يبارك لك، نورتينا والله العظيم تسلمي بجد. تسلمي يا حبيبتي، الله يبارك لك يا شكرا رب. لحضرتك. شكرا ليكي، شكرا ليكي، مع الف سلامه، نورتيني وسعدتيني بتفسيرات رؤياك الحلوه دي. هرجع اخد الرساله بتاعتي تاني. بتقول اللي هو بتقول انا حلمت ان خالي دقنه طويله ومزفره، يعني ريحتها باين زفره تقريبا بس شكلها كويس، وفيها حشرات كمان، ده عنده كمان حشرات، يعني لحيه طويله وريحه بتاعتها زفره بس هي شكلها حلو وفيها حشرات. والله اعلم هو بيدل على واحد بيكذب. طب ما يكذب، لا اصل هو مش بيكذب على نفسه بس، ده هو بيكذب على اللي حواليه. طيب احنا ممكن نكون واخدين بالنا منه. لا، وبيقول غيبه ونميمه، شغال في الغيبه ونميمه، يعني عنده دقن كده ومربيها، وبيتكلم بيكذب على الناس وبيصدق نفسه والناس بتصدقه، وبعد ما الناس تمشي بيتكلم كمان عن الناس. يعني الحمد لله رب العالمين، هو مخلص على كل حاجه وحشه عنده، يعني جايب كل حاجه وحشه عنده، فربنا يهديه رب العالمين. معايا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه لو سمحت، انا عندي حلمين عايزه اقولهم. ممكن؟ اتفضلي. انا حلمت ان ستي متوفيه هي، فجات لي مرتين، مره قالت لي ان هي جعانه وان ماما مش عايزه تحط لي، مامتك مش عايزه تحط لي اكل، والمره الثانيه انا جايه بتقول لي برضه انا جعانه ومش لاقي حد يحط لي اكل، فانا طفشت عليها وانا حاطه لها تاكل. تمام، ده الحلمين. طيب ما هو صدقه. بصي الاول ده اهم من اللي جاي، لان ده واحد ميت بيقول لكم الحقوني، عايز صدقه. فهتخرجوا لها الصدقه. لها. ايه؟ كده عايزه صدقه تطلع لها. طبعا جعانه طبعا. طب الحلم التاني برضو، خالتي متوفيه برضو، وجت جات لي لقيت شعر كتير قوي في رجليها وهي عماله تشد فيه. اول رؤيه جات لي بتقول لي غطيني، وهي نايمه على السرير بتاعي بتقول لي غطيني، فانا جايه اغطيها بالكبرتايه، الكبرتايه كلها نمل مش عارفه اغطيها. هي خالتك لها اولاد موجودين؟ لها ولد واحد. طب انتوا علاقتكم ايه بالولد؟ هو كذا مره نتواصل معاه بس هو رافض، يعني رافض ان هي عرفنا. يعني بتترجاكم ان انتوا تتواصلوا معاه، لان الرجل اللي عليها شعر معناتها ان ابنها او الحد اللي هي سايباه في الدنيا ليها ماشي في حاجات غلط، ماشي في حاجات فيها لخبطه، والحاجات دي هتبوظ له حياته، فهي بتقول لكم بتترجاكم تواصلوا معاه واستحملوه. طيب وبالنسبه للنمل بقى احنا بنغطيها؟ لا، النمل ده فهو بيدل، والله اعلم والله اعلم، فهو بيدل على هم هي فيه. وطبعا هي جايه لكم انتوا عشان انتوا عندكم رحمه، هتترحموا. هي على طول بتجيلي انا، انا على طول بتجيلي انا هي وستي. لا، هو انت شكلك طيبه لان الاموات بتجيلك، فانت عليك طبعا تتسبكي عليها هي وستك، وتطلبوا لهم الرحمه، وتحاولوا تتواصلوا مع ابنها باي شكل، تواصلوا معاه باي شكل. شكرا يا حبيبتي، نورتيني، شكرا ليك. رسائل الاموات مهمه جدا يا جماعه، احنا هنا عايشين بنتكلم وبنخبط وبنوصل رساله وبنهبل في بعضنا، رسائل الاموات مهمه جدا. اي حد عايش يشوف حد ميت جاله بيقول له اعمل كذا كذا، لازم يشوف المفسر يفسرها له، او ان هو لو حس بالحاجه يعملها على طول، وقبل اي حاجه ما يعملها له ولا يروح لمفسر يفسرها له ولا اي حاجه، الصدقه لازم ان يخرج له صدقه اي باي شكل. فدي رساله، الله يبارك لكم يا رب.
خلاص احنا هنخلص بقى من اللي هو الراجل الطيب ده اللي هو بلحية ده. هندخلهم على رسالة تانية بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، انا حلمت ان النور قطع وجا شاب عد وايه انا حلمت ان النور قطع وفي شاب جه من السماء وقال النور مش هيقطع تاني، وكانت السماء منورة ونور جميل، ونزل من السماء 30 و24 راجل مع الراجل الاولاني. والله اعلم هو بيدل على عدم رجوعه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله للفوضى تاني، وبيدل على ان في بلد معينة كان حصل فيها مأساة كبيرة، او منطقة معينة حصل فيها مأساة كبيرة ومات فيها 30 او 24 واحد. والله اعلم شهداء، والله اعلم شهداء. معايا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فندم؟ اهلا بيكي، نورتيني، اتفضلي. ممكن اتواصل مع الدكتورة؟ اتفضلي، معاكي يا حبيبتي. الو، دكتورة انا حلمت النهاردة وقمت والفجر بيأذن، ايوه، ان بنتي شعرها وقع في ايدي وجيت اوصله وما عرفتش خالص، قلت هوصلهولك ازاي يا نجوى انا مش عارفة، وحلمت بعدها ان سنتي وقعت. طب انت زعلانة ليه الاول؟ مش عارفة، أنا خايفة على أول لا، علي صوتك وقولي يا رب وقولي الحمد لله والحلم إن شاء الله يطلع كويس. يلا علي أنا صوتك. أنا أوي خايفة عليها، وحتى بعتها وراحت النهاردة الحضانة والله وأنا خايفة عليها. وأنت هتعيطي والست كويسة الحمد لله، تفائلوا بالخير تجدوه، الحمد لله رب العالمين، اتفائلي خير. يعني أنت حالاً أنا مؤمنة بربنا أوي الحمد لله، وكل ما يصيبنا إلا ما كتب والله لنا ربنا، طيب. ما يدريش حاجة الواحد سبحانه، اجمادي أنا اجمادي بقضاء الله وقدره. اجمادي اجمادي، يلا قولي أنا حلمت خير الله ما جعله خير إن شعر بنتي وقع، صح؟ وسنتي وقع وانا سنتي انا وقعت. طيب بصي بقى يا ست الكل، والله اعلم شعر بنت اللي هو يقع فهو بيدل على ايام سعيده جايه عليكي، سنه سعيده، لان الواحده لما تكون قرعه فهو بيدل على سنه سعيده ليها. أوكي. وشعر بنتك هيقع، فانت هتاخدي بالك ان بنتك فيها بعض علامات الذكاء بدات تظهر عليها. قوي قوي يا دكتوره. طيب يا ستي، ما انا بقول لك اهو، صور ذكائها فائق. قولي الله يعني اكبر. في الحضانه لسه في الحضانه، قولي الله اكبر. عربي وانجليزي وهي لسه عندها 5 سنين. حبيبتي حبيبتي قولي الله اكبر. الله اكبر ما شاء الله. ما انت زعلانه، انت وانا كنت اعرف ان هي ذكيه او هيبان على علامات الذكاء. طب هي ذكيه جدا. طب يعني قولي الله. انت اللي هتحسديها، انت اللي انا قلتها لها مره وهي استجابت معايا على طول. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. سنة مين اللي وقعت فيكوا، انت ولا بنتك؟ انا اللي سنتي وقعت. طب الحمد لله. قلق وتوتر وهم ونكد وتفكير ملهوش اي لازمة هيطلع من دماغك. انا عندي نفسيتي وحشة جدا يا دكتورة جدا، انا بحب جوزي قوي وهو دايما بيسافر اغلب ايام الاسبوع، وانا دايما بحس ان هو وحشي، ودايما في دماغي حاجات وحشه وهيجان، وانا نفسيتي وحشه جدا جدا جدا. صح كده برضو؟ والله انا هو انت مش بتثقي فيه؟ ها؟ انت بتثقي في جوزك؟ لا يعني كان في شويه مشاكل بينا الفتره اللي فاتت، مش بتثقي فيه؟ وكان عارف حد، وبعد كده رجع قال لي انا اسف واعتذر لي، وانا حاليا حالي كويس، بس انا لسه برضو بشوف. هو كويس. اكيد مش هتنسي، اكيد مش هتنسي. يعني هو كان هيتجوز عليكي؟ لا انا مش حكايه جواز، يعني واحده كانت بتكلمه وهو بيكلمها على الفيس وطريقه فيس وكده يعني. على الفيس. طيب وخلاص هو اعتذر لك وخلاص، انت حسيت ان هو ما بقاش يرجع للحاجات دي تاني؟ الحمد لله خلاص. بس لكن أنا انت نفسيتي وحشه، انت الوسواس ماسكك بقى. وحاسه ان هو كل ما يسافر لا في علاقات بكلام في كده في كده. لا لا خالص خالص خالص، انا نفسيتي وحشه، انا نفسيتي وحشه، ودايما يعني انا دايما بخاف ربنا ودايما بخاف من الموت. ليه يا استاذه؟ انا خايفه من الموت. يعني لا انت موسوسه، انت موسوسه. هقول لك على حاجه، انت بقول لك انت واثقه في جوزك، بتقولي بقول لك انت مش شاكه فيه ومسافر. لا طب هو ايه المشكله؟ المشكله ان كان بيكلم واحده وانا من يومها نفسيتي تعبانه. لا ده انت بقى اللي غاويه تبقي تعبانه، انت اللي غاويه. لكن انا المشكله عندي لو انا مثلا مش واثقه في جوزي، وان انا مثلا عندي مشكله ان الراجل ده ما بيسافر، فانا ببقى شاكه ان هو على علاقه بواحده متجوز كده كده، هبقى تعبانه وقلقانه ومتوتره. لكن هو انا حابه، انا فاضيه، ما تزعليش مني، هو ده بيبقى فضيان زياده عن اللزوم، فعشان كده اي تفكير وحش فبيجيني بسرعه. انا لو انشغلت بحاجه تانية، حاجه فيها فايده، صدقيني مش هفكر ان هو ممكن يخوني، ممكن يكون بيتكلم مع واحده، ممكن. هي المشكله راجعه لك انت دلوقتي مش راجعه له هو، وكلنا بنغلط وكلنا غلطين. ولكن انت ما كنتش متوقعه ان الشخص ده اللي هو جوزك اللي هو رحله عمرك يكلم واحده وانت موجوده،
معلش غلط، هنسامحه وهندعو له بالهدى ان شاء الله. طب ايه المطلوب تاني؟ المطلوب انك تهدي بقى وتسكتي شويه، يعني عايزاكي تقولي لا اله الا الله وتبي هادة وتبي حلوه، وان شاء الله بامر المولى عز وجل. انت بتقولي الحمد لله صلتي بربنا حلوه، وانا والله بصلي والله والله. خلي الوسواس، انت عندك وسواس، عايزينه يمشي الوسواس، عايزينه يروح لحاله. هنعمل ايه؟ الاستغفار المتلازم. اما تجيلي فكره ان هو كان بيكلم واحده، هبص لعيالي هقولي لا ده اعتذر لي وانا بثق فيه وبيحبني وبيحترمني وخلاص، هحطه في عينيا الاثنين. لكن انت مش شاكه فيه ولا حاجه. اختي انت في وسواس شديد جدا، حتى حلم بنتك وانت بتتصلي عايزه تعيطي، يعني قبل ما تقولي الحلم عايزه تعيطي، معناتها ان انت عندك مشكله نفسيه. هتخرجي منها بلا اله الا الله، بالاستغفار، قراءه الفاتحه، الاذكار، قراءه ايه الكرسي. طول ما انت قاعده فاضيه، لو حسيتي انك قاعده فاضيه، المصحف افتحيه، اتكلمي مع ربنا من خلال المصحف، صلي، ناجي ربنا، فضفضي مع ربنا احسن من مع اي حد. هترتاحي نفسيا، ده على اتصالك بربنا. لكن الراجل ربنا يهديه وبيشتغل، واحمد ربنا وربنا يخليه لك يا رب العالمين، ان هو خلاص اعتذر وعرف بغلطه واعترف بغلطه، وربنا يهديه لك يا رب العالمين. شكرا لك جدا. هرجع لحلم بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. حلمت ان انا وحماتي وكل واحدة فينا معاها مصحف كبير جميل احمر، وحماتي حاطة المصحف تحت حنفية مية وطلعته انا وبنتي طفلة، وانا بنتي طفلة ماتت من شهر، فاطمة من اسوان. والله اعلم يا اختي فاطمة، بيدل على التقرب الى الله وبيدل على الرضا بالقضاء والقدر، والمصحف ده بيدل والله اعلم، والحنفية بيدل على النسيان وضعف الذاكرة. يعني انت المصحف حطيتيه تحت الحنفية وبنتك ماتت، هو بيدل على النسيان. ان انت مثلا كنت قارئه لكتاب الله، هتنسي حاجات كثيره جدا، او هتبداي يبقى انت عندك لخبطه في حياتك، النسيان هيبقى عندك شديد جدا. عايزه اقول لك ارجعي ربنا، محدش ليه في عياله حاجه، هو ربنا بيشحتهم لنا، بيدهم لنا، بيراضينا بيهم، هو صاحبهم، عايز ياخدهم في اي وقت هو براحته، بتوعه حاجته. فاحنا عايزين نكون مؤمنين بكده، كانها امانه عندك وصاحب الامانه بياخدها. والله اعلم. معايا اتصال. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. رجعنا بالسلامة ان شاء الله. شكرا ليكي جدا. يبقى احنا قلنا على الطفلة، هنقول ان نحمد ربنا الحمد لله رب العالمين. هاخد رسالة بتقول بنتي حلمت انها عملت مكرونة ووضعت طبق لاخيها المتوفي فرفض ان يأكله. والله اعلم، هي بيدل على التوجه والتوعيه، ان حد يوجه الاخت اللي هي عملت المكرونه لاخوها اللي رفض ان هو ياكله، اخوها بيقول لها غيري اسلوب حياتك. دي رساله، اخوها بيقول لها الطبق المكرونه انت كنت بتديهولي يعني ايه؟ طبعا المكرونه بصلصه وبطماطم ومش عارفه ايه، فبيقول لها غيري طريقه اسلوبك في المعامله وفي الكلام وفي النقاش مع اي حد، وما تبقيش مثلا زي اما كنت في عايش كنت بعمل غلط وكذا 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 وكذا. هي دي نصيحه للاخت من اخوها، والله اعلم. مها بتقول حلمت اني امشي على سطح الماء، وهذا الحلم متكرر معي وبكون متردده. والله اعلم. اللي بيمشي على سطح الميه، هاخد اتصال. سلام عليكم. الدكتوره منى لو سمحت. حبيبتي اتفضلي، تحت امرك. ازيك يا دكتوره منى؟ اهلا بيكي. الامر لله وحده. عندي بس كام رؤيه صغيرين كده ورا بعضهم. اتفضلي. بنتي الكبيرة حلمت اللي هي اتجوزت جوز اختها. بنتك الكبيرة حلمت ان هي اتجوزت جوز اختها. جوز اختها الصغيرة لسه متجوزة عروسة. تمام. هي معاها اولاد الكبيرة؟ الكبيرة معاها بنتين وولد. ربنا يتعم الصغيرة ان شاء الله. طب وطي صوت التلفزيون من عندك. طيب حاضر. حاضر اهو. يحلى لك الخير. ايوه. اتفضلي. اتفضلي. طيب. أيوه. طيب ان هو في علاقه موده ما بينها وما بين جوز اختها؟ لا والله، هو لسه مستجد علينا، والجوازه يعني ما خدتش معانا شهور، يعني ما خدناش عليه ولا خد علينا. اصل هي ان هي الاخت تتجوز جوز اختها، فمعناتها الالفه ومعناتها الصله ومعناتها الترابط ومعناتها ان انتوا تاخدوه في حضنكم، لان هو مش زي الباقيين. بالظبط. ايوه. فهو محتاج ان هو يتاخد شويه في وسطكم شويه، عشان تعرفوا ان انتوا تحافظوا على بنتكم وتخلوه يحتضنها كويس. يا رب ان شاء الله. اتفضل. طب رؤية تانية برضك بنفس بنتي دي، حلمت اللي جوزها قاصص شعره وبيقص شعر بنته الصغيرة،
فبتقول له ليه قصيت لها وهي لسه ما تمتش سنه، وانت كنت بتقول لي حرام اللي يقص شعر طفل وهو لسه ما تمت سنه. معلش معلش. ونزل ضرب في جوزها. معلش، ربنا يهدي الحال يا رب العالمين. هو معناتها شويه تعثرات في المعيشه. وحاجات هي كانت نفسها فيها وقفت شويه. طب الحمد لله. في رؤيتين صغيرين بقى لعيال التانيين، ممكن؟ اتفضلي طبعا. اتفضلي. بنتي البنت الاصغر من الكبيره دي حلمت اللي فيه حصان ابيض داخل عليها في قلب البيت وعماله تزق فيه مش عايز يمشي وعايز يعضها، عايز ياخد حاجه منها، وهي كل ما تزقه يزق الباب ويخش عليه. تمام. مين اللي شافتها الحصان الابيض؟ بنتي انا اللي اكبر اصغر من الكبيره. هي حامل. وعضها ولا ما عضهاش؟ لا ما عضهاش، هي حاولت تزقه وبعدته عنها. طيب هي حامل في الشهر الكام؟ هي حامل في الشهر الثامن دلوقتي. طيب الشهر الثامن. طيب مش عايزين القعدات الكتيره حواليها. عشان دي من النوع اللي هي بيقولوا عليها بنت ناظره بسرعه، من النوع اللي هي بتتحسد في امورها. بالظبط. ايوه. فاحنا مش عايزين القعدات الكتير. هي كانت مذيعه زي حضرتك كده و... ربنا يخليها لك ويحفظها لك يا رب العالمين. يا حبيبتي. هو بصي، هو العين زي ما انا قلت لك العين عليها شويه. ايوه. فربنا يصونها لك ويحفظها لك يا رب. مش عايزه قعدات حواليها الايام دي خالص، ومش عايزاها يبقى فيها اختلاط قوي بينها وبين اي حد شويه. لحد ما ربنا يتمم لها حملها على خير وتقوم بالسلامه، عشان بس في نظره حاسد عليها. والحاسد ده بيبين ان هو حاببها وبيطبطب عليها ويا ما هنا ويا ما هناك، ولكن من جوه في حته غيره كده. بالظبط صح. فربنا يصونها وحافظ عليها، ربنا يخليها لك يا رب. بالنسبه لابني بقى اصغر منها. اتفضلي. الله يخليك، ما تحرمش منك يا دكتوره من، معلش تقلت على حضرتك. لا يا حبيبتي. اخوها الاصغر منها بقى حلم اللي هو مؤاخذه بيطلع خشب من 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 ضوافر رجليه او من صوابعه. خشب. بقى هو زعلان قوي، بيقول لي يا ماما شوفي لي الرؤيه دي. هو عمره ما بيقول لي على حاجه ولا احلام ولا حاجه، بس الرؤيه دي ازعجته. طب هو بيصلي؟ يعني مش قوي بصراحه. لما بيكون في رمضان جمعه بس. الراجل هيتعب او تعثر ويصلي. اصل هو هيتعب، هيصلي كل يوم ليه؟ ما هنخليها في رمضان وخلاص عشان ما يتعبش. بص صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. هو مش صاحب شخصيه جاده الاول. يعني انا مش عايزه ازعله. هو عنده كام سنه؟ هو يعني عنده 29 28 كده. طيب يعني راجل زي الفل اهوت. عايزاه يكون راجل جدع ويبطل نفاق في الكلام، وما يزودش قوي في المجاملات قوي، ويتكلم. أيوة. الكلمه الجد حتى لو الجد ده هيزعل اللي قدامه، بس يجملها شويه. قولي له خليك راجل وخليك جدع. وعايزاه يصلي. عشان اللي حواليه بدأوا ان هم يستهزوا بكلامه شويه، عارفين ان هو مش جد وبتاع مشي حالك. ايوه. فربنا يهدي له الحال يا رب. يا رب يا رب. اتفضل. طيب بالنسبه ليا انا بعد اذنك. اتفضل. انا يعني مكسوف اقول الكلمه. لا انا حلمت ان انا اتجوزت الرئيس السيسي. الف مبروك يا ستي. الله يبارك فيكي. طيب بصي، بقيت فرحانه في الحلم، ولما قمت بقيت فرحانه. طيب بس ان انت تتجوزي شخصيه معروفه او قائد، هو بيدل على ان الست اللي هي مسؤوله عن الامور بتاعت بيتها وبتمشيها بشكل صح. الست الجامده. الله يخليكي. فانا عايزاكي تكوني جامده بقى. طيب رؤبة. الله يخليكي. رؤيه اخيره بقى للحاج بتاعنا. اتفضلي. امبارح كان عايز يكلم حضرتك بعد ما قلت لك على بنت العروسه، قال لي لا ما نتقلش عليها، بكره نتقل. لا لا، على راسي على راسي. ده بيننا يا حبيبتي. الله يبارك لك. اتفضل. انا كنت حزينه قوي ان انت مش في القناه والله العظيم. الله يبارك فيك. وفرحت قوي وكل يوم بجيب حضرتك. الله يخليكي ويصلح لك حالك يا رب يا امي. اتفضلي يا حبيبتي. انا حلمت الحاج بتاعنا حلم اللي هو مع احترامي ليكي بيتبول دم، وهو فعلا كان من قيمه شهر حصل الموضوع ده وعالجناه وبقى حلو. بس خلاص. حلم اللي هو جاب كتير قوي، وبعد كده بقى يجيب بول ابيض. الحمد يعني بعد لله. ما نزل شفا. البول نزل منه ابيض. بس انا هقول لك على حاجه، ان هو يتبول دم وبعد كده يتبول ابيض، فهو معناتها على لازم في استشاره دوريه مع الطبيب المعالج بتاعه. لان الموضوع ما انتهاش. هو الموضوع هدى شويه. يعني التعب بتاعه هدى شويه، ولازم. هو عنده حصوه وبينزلها. ايوه، ما انا ما كنتش عارفه الحصوه دي. هو الموضوع هدى شويه، ولكن الموضوع ما انتهاش. محتاج متابعه دوريه مع الطبيب بتاعه ان شاء الله، لان هي كده هتنزل بقى. ايوه.
وصبحي لنا عليه وربنا يخليه لكم يا رب. يا رب ما نتحرمش مني. شكرا لك. الله يخليكي، متشكره ليكي قوي. شكرا، نورتيني. مع السلامه. نورتيني يا امي، مع الف سلامه حبيبتي، وربنا يديله الصحه والعافيه يا رب العالمين، ويديك الصحه والعافيه يا رب، وما تنسناش من دعواتكم الطيبه. هرجع اخد رساله بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. هي حلمت ان هي بتمشي على 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 وش الميه من فوق. طبعا اي حد يشوف نفسه ماشي على وش الميه فهو بيدل على على حاجه واحده ومعينه ومحدده، بيدل على الغرور وعلى الكبرياء، او بيدل على ان حد ها شايف نفسه. لا ما تشوفش نفسك وما تتغريش، عشان احنا في الاخر متر في متر هننزلوا فيه ومش عارفين دلوقتي كمان شويه الله اعلم، ولكن بلاش الغرور، وربنا يهدي الحال يا رب العالمين. استاذه منى بالله عليكي انا خايفه من الحلم ده، حلمت ان ايدي منقوشه بالطين وانا في الحقيقه عمري 60 سنه. لا ما تخافش طبعا جميله، منقوشه بالطين بيدل على كثره التسابيح، انت رجل من المسبحين، من الحامدين، من الشاكرين، من المستغفرين. ربنا يجعلنا زيك يا رب العالمين وكل الناس اللي بتتفرج علينا. انت راجل بيدل على كل تسبيحه بتطلعها مقبوله بامر الله. يا رب تكون بخير ويا رب تكون بصحه جيده وحلمك طيب ان شاء الله. حلمت ان في دكتور عيون، في دكتور تجميل عيون بيخلع قرنيه العين وبيحطها تاني، اخطاء في عمله بيراجع فيها نفسه. لو انت عارفه فعلا الطبيب، لو انت فعلا عارفه الدكتور، فهو بيدل الدكتور ده على ان في اخطاء عنده، ان شاء الله بامر الله هيراجعها للاحسن علشان يكسب ثقه الناس فيه، والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا، اتفضل. انا حضرتك احمد من اسيوط. اهلا بيك يا استاذ احمد، نورتنا، اتفضل. بنورك، عاوزين نفسر حلم كده مع الدكتوره منى. اتفضل يا استاذ احمد. ماشي، انا عندي اخويا في غربه وحلم حلم اني حلم بستات الاثنين يعني متوفين هم، فحلم ان عطوه شقه شمام وشقه بطيخ وطبطب عليه وكلهم. بطيخ وشمام. وانا حلمت حلم برضه ان انا رحت المقابر عندنا في البلد. ولقيت المقبره كده مفتوحه يوم الجمعه، ولقيت ميت صاحي. فكانت امه وخالتي قاعدين على جنب، وانا رحت بصيت كده فطلعناه، ولقى انا اعرفه شخصيا يعني بس ما اعرفه شكليا. طب استنى يا استاذ احمد، استاذ احمد انت معايا؟ خلي الرؤيه دي الثانيه نقولها بعد تفسير الحلم الاولاني. هو انت لا. اخوك الوحيد اللي مسافر في العيله؟ هو الوحيد اللي مسافر في العيله. انتوا مكلفينه بامور فوق حمله، يعني انتوا مكلفينه بحاجات فوق طاقته؟ لا لا، يعني انتوا مش عايزين منه حاجات يعملها لكم؟ لا احنا مش عاوزين منه حاجه والله، احنا بس احنا اصل هو مسافر ليه فتره، فاحنا نتمنى ان يدي ويكمل تعليمه، وحتى يدي يتجوز هو رافض. يكمل تعليمه هو هو هو, هو عنده كام سنه؟ هو عنده دلوقتي 28 سنه. بص اصل هو نص بطيخايه ونص شمامايه، فهو معناتها على الهم الحمد لله اموره ميسره كويسه. وقت سيب التلفزيون وخليك معايا. انت معايا؟ معك يا دكتور. طيب نص البطيخايه فهو معناتها الحمد لله رب العالمين، يعني هو ما عندوش هم كامل، يعني الحمد لله رب العالمين الدنيا ماشيه معاه شويه كويس. تمام. نص الشمامايه الثانيه دي فهو معناتها ان تكليف، انتم مكلفينه بحاجه، ما انت بتقول احنا مستنينه يجي يكمل تعليمه. طب ما الراجل بيشتغل. تمام ماشي يا دكتور. نعم. ماشي، ما احنا عاوزينه طب يجي. طيب ما هو مش راضي يجي ورافض مشوار الجواز ورافض مشوار التعليم. سيبوه، ما انتوا مكلفينه، ما هو ده التكليف، ما انتوا بتقولوا له تعالى عشان تتجوز وتعالى عشان تكمل تعليمك. طب قولوا له تعالى اتجوز. ما انتوا اصل انتوا رابطينه بحاجات معينه. سيبوه. هو الحمد لله رب العالمين هو كويس، هو اول ما يحس ان ظروفه تسمح هينزل اكيد يعني. تمام. ادعوا له بالهدى، وبلاش كل ما حد يكلمه في التليفون يا بننزل عشان تتجوز يا بننزل عشان تكمل تعليمك. اللي في البلد عارفين يكملوا تعليمهم. سيبوه، ادعوا له بالهدى. هات لي الرؤيه بتاعتك الثانيه قولها لي. الرؤيه بتاعتنا انا رحت المقابر فلقينا في الجيه مفتوحه كده، وابص انا لقيت ميت يعني، فهبص عليه كده فلقيته صاحي. فدخلت كده وقومت انا لقيت جسمه عرقان والدنيا دي صحيته. وبس كده امه وخالتي كانوا قاعدين على جنب، امه خايفه تيجي تبص، فاخدت قالت لازم ابص واشوف فيها. ها. بس. هو الميت ده انت بتقول تعرفه؟
لا انا اعرفه يعني، لو شفت شكليا دلوقتي اعرفه. طب احنا هنجيبه منين؟ لكن انت ما تعرفوش اصلا. ماليش خطه بيه، بس انا عارفه من البلد يعني، انا عارفه شكليا. انت عارفه واحد كان معدي فانت فاكره بس. ايوه. طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. على الصلاه والسلام. انت يعني من الشخصيه والله اعلم اللي هي بتحب تدقق في الامور شويه. يعني انت من النوع اللي بتحب تدقق شويه، يعني الحاجه اللي بتنتهي من عندك وترجع تاني بتحب تتكلم فيها شويه. تمام. لا احنا مش عايزين الحته دي تتمنع. تمام. عايزين الامور تمشي بما يرضي الله، لان انت عندك في بعض الامور هترجع تاني انك تفتح فيها الكلام وهتتكلم فيها، لان انت ما صدقت موضوع يتفتح فتشغل بالك بيه. هو انت اصلا مش بتشتغل؟ انا لا اصل انا مريض يعني. ربنا يشفيك يا رب العالمين. يعني مش بتشتغل؟ حاليا دلوقتي انا راجل. ربنا يشفيك يا رب العالمين. طيب احنا عايزين بقى ندعي ربنا ان ربنا يشفيك وتدعي للي حواليك، وبلاش اي موضوع حد يجيبها لك بقى يكون الموضوع انتهى ترجع تفتح فيه، فنعملها تسليه واحنا قاعدين فنشيل ذنوب. عايزين ننهي كل الحاجات دي كلها. ماشي. وربنا يشفيك يا استاذ احمد يا رب. اللهم امين. شكرا. شكرا يا استاذ احمد، شكرا، نورتني. هرجع اخد رسالة من الرسائل اللي معايا. بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، مطلقة وحلمت مرتين ان ابو طليقي مات، والحلم التاني ان هي عليها يعني الدورة الشهرية. والله اعلم ان حماكي ميت او ابو طليقك ميت، ومرتين بيدل على مشكلة عندك فيها مس. انت عندك مس ليه؟ لان انت عندك الدورة الشهرية بتجيلك مع الحلم الميت ان هو مات مرتين، فبيدل على امر موجود عندك لسه انت ما تعالجتش منه اصلا، يعني لسه الحاجة دي عندك لسه ما خرجتش من عندك. هو المس ايه اعراضه؟ المس طبعا اعراضه زي ما احنا عارفين، كتر الفرحة الشديدة جدا، كتر الحزن الشديد جدا، كتر التفكير الشديد جدا، كتر الغيبة والنميمة، البعد عن ربنا ده في الاول وفي الاخر طبعا، لان القرب من ربنا بيقفل لنا الابواب دي كلها. طب لو احنا مقصرين بيفتح لنا الابواب دي كلها، واحنا كلنا مقصرين. ولكن عشان الامر اللي عندك ينتهي ارقي نفسك بالرقية الشرعيه. مش بعرف اعملها، استغفري ربنا، اقراي الفاتحه، اقراي ايه الكرسي، قولي لا اله الا الله، بطلي شويه عن الغيبه والنميمه، احمد ربنا على حالك، ما تبصيش لعيشه غيرك. الحاجات دي كلها مهمه، بتقفل لك الباب اللي هو بتاع المس اللي هو ممكن يدخل لك، فبيعمل لك عمليه كره في حياتك ونفور في حياتك كلها. فربنا يهدي لك الحال يا رب. فاطمه بتقول رايت في منزلنا القديم ان امي بتطري عيش وبترصه على رف، والله اعلم بيدل على الرزق الحاضر. الرف بيدل على ستر العيوب، وبيدل على الست المعينه لزوجها. ازاي؟ طب انا دلوقتي عندي عيش طري، ده رزق حاضر. لما يكون الحاجه طريه بتبقى صبحه فانت بتاكلها دلوقتي، بيبقى حاجه حاضره. طب الرف اللي هو ده، الرف هو بيدل على السند للبيت، او بيدل على الحامل للبيت، لان انت بتحطي عليه الحاجات، هو بيدل على رب البيت الزوج. طب انت بتاخدي العيش وتحطيه فوق، هو بيدل على الست المعينه لزوجها. وحتى لو ما بتشتغلش وحتى لو ما بتجيبش، الكلمة الطيبة دي لوحدها ده كنز الأول. يعني هو الراجل لما بيرجع تعبان ومهلوك أو مغموم أو معوش فلوس أو أي حاجة من دي، ويلاقي هنية فاتحة له الباب بتضحك، رزق. بتطبطب عليه، رزق. بتقوله الحمد لله، ده رزق. دي كلها أرزاق الراجل بياخدها من الست في المعاملة الطيبة اللي هي بتعملها له، وربنا يديمها علينا رزق يا رب العالمين. حلمت ان شريكي رن جرس شقتي واعطاني دعوة على الغدا وقال لي انا عامل وليمة كبيرة علشانك. لما شريكك يرن عليك الجرس بتاع الباب بتاعك فهو بيدل على اعلامك بخبر، وبيقول لك عامل وليمة كبيرة علشانك. ممكن ناس تقول طب ما هو الاكل رزق وعيشة ومعيشة، ولكن هقول لا، في الحلم ده طالما في انذار يبقى في ندامة، يبقى في حد هيقول لي موضوع وهعمله هيبقى في ندم. سلام عليكم. عليك السلام. ايوه استاذه منى، اهلا بيك يا حبيبتي. انا ندى القاهره، عامله ايه؟ الندى؟ ايوه استاذه منى. ما عرفتيش توصلي. بصي يا ندى، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. فعلا امبارح كل ما اخد خط ساخن ارد اقول الو يا ندى. يمكن قلت ندى دي ثلاث اربع مرات امبارح وما تطلعش ندى، فربنا ما كرمناش ببعضنا امبارح. فان شاء الله بامر الله النهارده الساعه واحدة، يعني يا دوبك بعد الحلقه كده بساعه، رني عليا على طول.
اه والنبي اسلمي لنا عشان مش هشوف حضرتك اليوم التلات الجاي ان شاء الله. حبيبتي حاضر، انا عايزاك ضروري. حاضر على راسي من فوق. حاضر يا ندى، تواصلي معايا ان شاء الله الساعه 1 النهارده بامر الله، ورب ان شاء الله في خير بامر الله، وربنا يا رب يقدم في الخير ما بيني وما بينك يا رب. انا عارفه انا لو شاكي بس معلش ربنا يخليك يا رب. شكرا لك يا ندى، شكرا لك يا حبيبتي نورتيني. هرجع اخد رساله بتقول حلمت اني ماشي في شارعنا ولقيت بيت صاحبي اتحول الى دكان من ناحيه الواجهه، فقلت الدكان ده ما كانش موجود قبل كده، في صداقه تربطكم بينكم انتوا الاثنين. ولما يكون في حد عنده مشروع وبيغير الواجهه بتاعت المحل للجهه بتاعتك انت، وانت بتستغرب وتقول ان هو ما كانش كده، بس عندك علامات حزن، فهو بيدل على امر هيزعلك من جارك ليك لاهل بيتك. ازاي يعني؟ يعني بيدل على ان واحد كان معايا كويس قوي قوي، حلو قوي قوي، بدا ان هو يتغير، وبدا تصرفاته واسلوبه تتغير، وبدا ان هو يبقى عكس الاتجاه بتاعه، لانه حط الواجهه بتاعت البيت بتاعك في وشه، هو اصبح ان هو عينه جايبه عندي حاجه. وهقطعه، هقطعه، وربنا يهدي الحال يا رب العالمين. حلمت اني واقفه في المطبخ وقدامي لحمه نيه وبط كتير بقطع فيه، خدت منه اسويه والباقي وضعته في التلاجة، بس بيدل هي على معيشه طيبه، وبيدل على رخاء في الحياه، وبيدل على البط طبعا بيدل على رزق من جهه الراجل اللي هو زوجك اخوكي ابوكي، في رزق هيجي من عنده طيب حلو، انت هتاخديه هتصرفي اللي هتصرفيه والباقي هتشيليه هتحوشيه، ده اللي هو التلاجة والاكل. سهير بتقول تلات ايام حلمت ان في اعلام يعني العلم لونه ابيض على مصر كلها، وكانت مرفوعه وبترفرف، الاعلام البيضاء على مصر وبترفرف، هو بيدل على سقوط امطار، بيدل على المطر، والله اعلم على مصر ان شاء الله بامر الله يقعد 3 4 ايام. طبعا الرؤيه دي كانت معانا من الاول، فممكن تكون المطره خلصت. في الحقيقة أنا كنت خاطب وفسخت خطوبتي، حلمت إن كنت راجع من الشغل وماشي على طريق البلد بتاعتنا، فلقيت ستات كتيرة خرجوا من الزراعة وحدفوني بالحجارة في كل جسمي وكنت بتألم منهم. طبعا دي استخارة على الخطوبة، طبعا لو انت سبت العروسة هيحصل لك شوية أحداث معينة كتيرة قوي، طبعا كله بامر الله وكله بقدر الله، ولكن احنا بناخد بالاسباب. لما تكون انت ماشي في طريق البلد بتاعتكم فبتشوف ستات وفي الزراعه مستخبيين وبيحدفوك بالطوب، هما بيدل على ان في بعض الستات او في بعض النساء بيحاولوا يعملوا لك سحر، بيحاولوا يعملوا لك حاجه. هاخد اتصال. سلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي عندي مشاكل كتير وعايزه احلها لو سمحتي. لا علي صوتك، علي صوتك، بتقولي ايه؟ بقول لك انا اتجوزت مرتين وما قدرتش اكمل، اتخطبت مرتين برضو ما قدرتش اكمل، وحياتي كلها ملخبطه. يعني انت اتجوزت مرتين؟ اه. وما عرفتيش تكملي؟ اه. جبتي اولاد؟ من اول شهر قبله، وانا ما بقدرش اتوافق مع جوزي، بيحصل مشاكل كتير، وفي الخطوبه برضو في اول شهر بيحصل مشاكل كتير، والحياه ملخبطه يعني، وبحلم احلام كده وبتتحقق لي. طب قولي اي حلم من اللي انت حلمتيه. يعني قريب كان جاي العريس متقدم لي، فحلمت ان انا ماسكه سكيته من بتاع الاطفال دي بغسلها. وحلمتي بعدها برضو انني شايفه 3 اطفال لابسين ابيض في ابيض، بس ما حصلش نصيب يعني، ما دخلش البيت، كان كلام بره من بره لبره كده بس وخلاص. طب سؤال صغير. ايوه اتفضل. هو انت سلبيه في تصرفاتك؟ ازاي يعني؟ يعني مثلا من النوع اللي هو ايه، بيكبر دماغه، ما بتاخديش مواقف، بتسكتي، بتسيبي الامور زي ما تيجي. انا من النوعيه دي يعني. أوه. المشاكل الكتير اللي حصلت لي. لا، من قبل المشاكل دي، طبيعتك دي، شخصيتك. انا ما بحبش المشاكل. انا في فرق. بصي في فرق ما بين ان انا مش بحب المشاكل، وفي فرق ان انا يكون عندي وضع وشخصيتي. انا من النوعيه دي اللي انت شايله وضعك وشخصيتك، يعني حطاهم ورا ظهرك ومخليه الامور تمشي زي ما هي. بصي يا حبيبتي، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اي راجل في الدنيا مش بيحب الست السلبيه، لازم أن يكون لها موقف وقرارات، ولكن بالادب والاحترام والمشاركه. وطي صوت التلفزيون وخليكي معايا. ايوه سامعاكي. اصل هو مش متجوز ثلاجه، مش متجوز بوتاجاز، مش متجوز حاجه حاطها في البيت يدخل ويطلع عليها وياكلها ويشربها وخلاص وانتهينا على كده. لا، الحياه مشاركه.
ممكن يكون عندك بعض العيوب في شخصيتك انت هي اللي مخليه الزواج ما بيكملش. مش عيب ان احنا نغير من شخصيتنا ومن طباعنا، فهماني؟ لان انا بقول لك اي راجل في الدنيا، اي راجل في الدنيا حتى لو شخصيته ضعيفه بيحب الست اللي معاه تكون متجاوبه، تاخد وتدي، تتكلم وتحاور، ولكن كله بالادب، وفي الاخر اللي رايه صح هو اللي يمشي. اي راجل في الدنيا بيحب الست اللي شخصيتها كده، مش ان هو يتكلم وانت تسكتي ما تعرفيش تردي على حواراته على كلامه. امال هو متجوز وعامل مشاركه في الحياه الزوجيه ليه؟ هو ما كانش يتجوز ماشي، بس الكلام اللي هو بيقوله ما ينفعش الواحد يرد عليه، كلام صعب ما يتبلاش. بصي ما فيش حاجه اسمها حاجه صعبه الراجل ممكن يقولها للست والست تغلب فيها. سيبك من الكلام ده، احنا عايزين نتكلم بوضوح شويه. يعني هو زوجك وستر وغطى عليكي ومع بعضكم واقفين مع بعض على بعض باب، فمش هينفع تقولي اصل هو بيتكلم كلام ما ينفعش يترد عليه. اي كلمه، اي حوار بين الراجل ومراته طالما هو عايز منك الحوار هتحاور معاه، وبالادب وبالاحترام وبالدلع وبكل حاجه حلوه في الدنيا. انا مش عارفه ارد على بعض الكلام اللي بيقوله ما بيتبلعش، مش طايقه الكلام بتاعه، يبقى المشكله مش هو، المشكله هو انت. لان الست بطبيعتها بخفه ظلها ممكن تخلي الراجل الفكره اللي هو بيتكلم فيها يغيرها خالص، او ممكن تخليه يخفف عنها شويه في الكلام اللي هي مش فاهماه ومش قادره تستوعبه. ده كله العامل الاساسي هو الست، المملكه، البيت، الدنيا، هو الست. فهي واضح ان انت المشكله عندك انت، فانت طالما انت ممكن تفكري في الزواج للمره الثالثه ففي حاجات عندك لازم تتغير. طبعا احنا محتاجين نتكلم كتير مع بعضنا قوي. في خط هيكون موجود دلوقتي على الشاشه 1744 ونضغط رقم 2، اتواصلي معايا ونتكلم مع بعضنا. اتواصلي معايا النهارده ان شاء الله ونتكلم مع بعضنا وهنحل المشكله دي ان شاء الله وتكوني احسن ست. هاخد اتصال. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم نور يا أستاذة نونا. نورتيني يا أم نور يا حبيبتي. ده نورك أنت منورة الدنيا. الله يخليك يا أم. ربنا يخليك لينا وينفعنا بعلمك يا رب. الله يسترك يا حبيبتي يا رب، اتفضلي. بقول لحضرتك اللهم صل على سيدنا محمد. السلام. أنا ليا أخت أنسة عديت 30 يعني ما اتخطبتش. تمام. وبعدين شفت أنا بقول لها في التليفون ده أنا اشتريت لك غويشة وخاتم مع إني أنا ما اشتريتلهاش. تمام. وبعدين لما هي جت بقى قلت لها معلش انا كنت بقول لك كده في التليفون عشان كان في ناس قاعدين كده كنت عايزه اسمعهم بس. جميل. وبعدين تقريبا زي ما اكون اكلت حاجه او كده ولقيت ابويا قاعد. بعدين بقول لها شفتي مرات اخويا ابوها بيعمل لها ايه؟ لكن احنا عيني علينا تربينا تربيه يعني ظلم، ورحت لقيتني قاعده بعيط. حلو جميل، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. صلى وسلم. انا معايا رؤيه ثانيه صغيره. ما انت هتخليكي معايا عشان اقول لك على حاجه. هو مش عيب الانسان اللي يستر نفسه بالفشر، بس مش الفشر قوي يعني. يعني انا لما اكون قاعده مع ناس ومثلا اختي مش بيجي لها حد اقول لهم لا ده فلان جالها وبيجي لها عرسان والحمد لله، بس هي اللي بترفض. حلوه مش وحشه، انا بستر اختي. تمام. هو ان انت تجيبي لها حاجات وكده فهو بيدل على ان انت ممكن والله اعلم تكوني بتقولي قدام سلفتك حد من اهل البيت او حد من صحابك لا ده هي بيجي لها وهي مش راضيه. طب انا بقول لها مرات اخويا ابوها بدها في العيديه مش عارفه، انما احنا ابونا ظلمنا، ظلم البنات يعني. ولقيتني بعيط يعني جامد. هو العياط فرج عليكي انت، لان انت واضح ان انت ست مستحمله الاسوء من كل اللي حواليكي وراضيه وساكته وبتضحكي وحلوه. والله ما شاء الله عليك. فانت يعني راضيه بقى وساكته وخلاص، اصل انت هتعملي ايه؟ لو حتى فضلت تتكلمي من هنا للصبح لا حياه الا ما انت راضيه، يعني مفيش حد هيسمعك. طب بنتي ياسمين عندها ان شاء الله 16 سنه، شافت ان بيت امي اللي هي جدتها يعني ثلاث قطط سودا قدام الثلاجه عند والدتك. هي بتقول لي ان هي حلمت، بتقول لي في الحلم يا ماما ده انا حلمت بثلاث قطط سودا قدام الثلاجه عند جدتي. بس انا قلت لها ده تفسير الحلم ده ان الثلاث القطط السودا دي ناس مكاره. لا ان انت مش واخده خير من 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 بيت والدك، ان انت اللي مش واخده خير من بيت اهلك. يعني الثلاجه هو بيدل على فيها طبعا الاكل، فهو بيدل على الخير وبيدل على ان اصحاب البيت ناس خيرين وناس كويسين وناس حقانيين. طب في ثلاث اوضه سودا، هو بيدل على ان انا مش واخده حقي من بيت اهلي، سواء في المعامله، في الفلوس، في الراحه، في الاتصال الراحم. بس هي بتقول لي في الحلم انها حلمت الحلم ده، وانا بقول لها تفسير ان دول ناس مكرين. انت بتقولي في الحلم نفسه. هي بتحكي لي بتقول يا ماما ده انا حلمت بثلاث قطط في الحلم. فقمت قلت لها ده تفسيره ان الثلاث قطط دي ناس مكرين في الحلم. لا ما هو عدم الراحه من يمتي في وسط اهلي، يعني انا اهلي مش حاسه ان هم اغراب عني.
فعلا ان هم مش بيحبوا لي الخير، ان هم مهما اقول لهم انا وانا وانا يقولوا يا شيخه انت ايه، انت بتتكلمي كتير، انت مش عارفه، يا اما ناخد منك خير يا اما بنت وحشه. ما شاء الله عليكي والله، ما شاء الله، الله ينور بصيرتك كمان وكمان. الله يسترك يا ام نور يا رب. ما شاء الله عليكي. فهي المشكله عند اهلك انت. تفسيره كده يعني. فربنا يهدهم لك ويسخرهم لك يا رب، لان انت طب لما بنتي دي شافت ان انا واخويا، اخويا دكتور، احنا الاثنين قاعدين على كراسي جنب بعض في شقته، كراسي من الكراسي العاديه الخشب دي. وبعدين هي لقيتني بتدور بالكرسي كده بدي ظهري لاخويا، ورحت بصت للسما وقلت ربنا يهديك يا اخويا. طبعا الكراسي هو بيدل على الثبات، انت بتدعي ان اخوكي طبعا فرحانه ان هو دكتور وكده، ونفسك ان هو يكون مشهور في بلده. لان الكراسي هو الثبات، وان انت بتدعي له، فانت فعلا بتدعي له من قلبك ان هو ربنا يمسكه زمام امور معينه، لان واضح ان هو مش مستقر. كمان تفكيره مش بيفكر صح. عدم استقرار. بس انا لما بدور الكرسي كده وبدله ظهري معناه ايه؟ مش بيقبل النصيحه. فعلا فعلا والله مش بيسمع لي خالص. لا مش بيقبل النصيحه. هو شايف نفسه ان انا ازاي يعني انت تنصحي لي، يعني ازاي يعني، هو انت خلاص. مش بيسمع غير لامه، وامه دايما بتقول له غلط يعني، وللاسف امه يعني النصيحه بتاعتها مش مجديه يعني، مش حلوه، مش صح. طب معنى ان انا دعيت له والدعاء في الحين مستجاب، قلت ربنا يهديك. لا انت نفسي فعلا تشوفيه كويس فعلا، يعني انت فرحانه بيه ان ده اخوكي، بس نفسك ان هو لا انا دلوقتي بصراحة بقى يعني من كتر ما نصحته مش بيستجيب لي، ما خلاص رميته من دماغي بقى. لا 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 انت مش كده اصلا خالص. احنا بصي، احنا احلى حاجة فينا ان احنا بنتكلم، بس قلبنا وطبعنا هو اللي بيغلب علينا. يعني انت بتتكلمي تقولي بصراحة، انا بقول لك لا. لا بصي يا استاذة منى، حضرتك زي ما قلت اهلي ان هم اصلا يعني بيحبوا اللي بينفعهم، فاخويا ده نفعهم قوي يعني. مبيع نفسه عليهم يعني، فاهمه؟ ربنا يهديه يا رب، ويهديهم يا رب العالمين، ويعاملكم كلكم زي بعضكم. ماشي يا ام نور. ما شاء الله عليك يا حبيبتي، الله ينور بصيرتك كمان وكمان. الله يبارك. وانا عايزه اقول لك على حاجه، اوعي تسيب القناه بقى عشان هزعل منك. حاضر حاضر يا ام نور، حاضر يا حبيبتي، شكرا نورتيني. ام نور حد جميل، ودايما من متابعين البرنامج، وبشكرك يا ام نور، ودايما ربنا محرمنا من سماع صوتك الطيب ولا من كلماتك الجميله، ربنا يجعلها في ميزان حسناتك يا رب العالمين. وكل الناس طبعا اللي اتصلت عليا بشكرها جدا. هاخد رساله كده على السريع، اللي هي بيقول اللي هو الناس بترمي على اليوتيوب ومن وسط الزراعه وكده، وهم الستات، هو بيدل على ان ممكن يتعمل لك حاجه، او عشان تتأذى نفسيا، وعشان يبقى عندك عراقيل في حياتك في المرحلة اللي جاية لو انت اتجوزت غير بنتهم. طبعا عايزة اقول ربنا يهدي الحال يا رب العالمين، وبأمر الله، بأمر الله مش هيسيبك اي شيء، كله بأمر وقدر المولى عز وجل. ولكن انا عايزاك دايما تكون في تحسين مستمر، بمعنى تكون ماشي دايما على طهارة، ذكر الله دايما في لسانك، دايما ماشي تسبح ربنا، دايما تستغفر ربنا، دايما رقية شرعية كل يوم لنفسك على الله، قراءة الفاتحة باستمرار لو انت قاعد فاضي، لا اله الا الله، الاستغفار، الحمد، كل الحاجات دي جميلة جدا، دي كلها غلافها الانسان، الحاجات دي الانسان بيتغلف بيها. فانت طبعا عليك بالحاجات دي، وان شاء الله بأمر الله ربنا يا رب يصلح لك حالك يا رب. هاخد رسالة بتقول رأيت الفريق كذا كذا، ايده الشمال فيها جرح كبير وايده اليمين سليمة، هو التفكير في زيادة كذا كذا. مش هنتكلم في الرؤية دي دلوقتي ولا اي حاجة، وربنا يا رب يصلح الحال يا رب العالمين. الحاج مصطفى في الحقيقة اخي متوفي من 4 شهور، حلمت اني شفت اخي الكبير المتوفي وكأنه كان جالس في المنظرة، فجاب ساطور كبير ودخلت عليه وفتحت بطنه واخرجت الكبد بتاعه والطحال والقلب، وضعتهم في طشت كبير ولطخت هدومي بدمائه، وخرجت للشارع وقعدت افرق احشائه على الجيران، وكان الناس اللي ماشيه. ارجو التفسير المهم وشكرا جدا، ولكن محتاج تفسير الرؤيه. طبعا والله اعلم انت عايز التفسير المهم والتفسير بدقه، والله اعلم يعني. عايز اقول لك الله يسامحك، ولسه انا هاجي لك، بس اخد اتصال. سلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيك، اتفضلي. بقول لحضرتك انا في خالتي شفت لي رؤيه ان انا وهي ماشيين بس بنجري من حد زي جيش كده من ايام زمان، هم بتوع الرومان والكلام، اللي هم الناس الفطاحله بتوع
بتوع زمان دول. اه فبيجروا ورانا بيجروا ورانا. فهي مسكينه وعماله تهديني وهي خايفه. فالمهم ان هو في واحد من الجيش ده اجى كان عايز يهجم علينا، قالت له لا فسيبنا سيبنا احنا تبع الامير التا. طيب حلو. هو انت بتصلي؟ بصراحه كنت بصلي صلاه كويسه جدا، واجى عليا فتره اقطعت فيها. يعني انت دلوقتي مش بتصلي، مريحه؟ بتقولي ايه حضرتك؟ انت مريحه دلوقتي من الصلاه يعني مش بتصلي؟ لا لا الوقت الحمد لله انا بصلي الوقت الحمد لله. شايفه الحلم ده من امتى؟ لا مش انا دخلت، هي اللي شافته يعني من قيمه اسبوعين ثلاثه كده. يعني الحلم ده تبع خالتك؟ اه هي اللي شافته لي. بصي هو الحلم عامه كله فيه اضغاث احلام، ولكن عندي حته صغيره هي اللي عرفتني بعدم الصلاه، ان هو الجري ده اللي هو الجري العساكر اللي شكلها غريب اللي هي بتاعت زمان، هو بيدل على الاستقامه في الدين وفي الصلاه والاستقامه الشخص واحواله مع ربنا. فانت او خالتك او انا او المشاهدين او اي حد محتاجين الاستقامه في الصلاه والرجوع لربنا والصلاه بربنا. الحلم ما فيهوش اي حاجه اصلا خالص تتحكى او تتفسر، ولكن اللي انا شايفاه والله اعلم ان محتاجين صله مع ربنا اكتر واقوى، محتاجين رجوع لربنا اكتر واقوى، مش انتم ده انا كمان. فربنا يسهل الحال يا رب العالمين. هو الصلاه المتروكه، انت عندك الصلاه المتروكه هتصلي انت مش عارفه، بس ان شاء الله او خالتك او انا اتواظب يعني اواظب على صلاتي كويس امتى كله طبعا بعلم الله، ولكن احنا بنحاول، انا بوصي نفسي انا وانتم في نفس النصيحه. طبعا ان شاء الله في تواصل بعد الحلقه ان شاء الله بامر الله من خلال 1744 وبنضغط رقم 2، وفي خدمه رسائل برضو بتكون موجوده على الشات دي، بتبعتوا رسائلكم واحنا في الحلقه بنفسرها لكم، ومعانا مجموعه رسائل هنفسرها لكم ان شاء الله في حلقه بكره. استنونا الساعه 11 بالليل، هيكون بكره ان شاء الله الساعه 11 بالليل كل جمعه بامر الله. شكرا لكل الناس اللي اتواصلت معايا، شكرا لكل اصحاب الاحلام والرؤى الجميله اللي احنا فسرناها لكم وخدنا منها نصيحه طيبه ليك وليا. ان شاء الله بامر الله استنوني بكره الساعه 11 بالليل، وشكرا لكل المشاهدين، وفي نهايه حلقتي استودعكم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.